السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حي الله الجميع. طبعا عدد كبير من النباتات والآن في سخاء جدا 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 قوي من الثمار، راح نصور لك اياهم ان شاء الله في الفيديو القادم. لكن الآن انا بقطف اشياء اللي اتوقع ان النبات راح ينقطع او ينكسر بسبب الحمولة الموجودة، وراح اصور التوت والجزر. الجزر عندي تقريبا 6 أنواع وألوان، عندي البرتقالي، الأصفر، أعتقد مدري الأحمر، أشياء خلينا بعد شوي نروح إن شاء الله نشوفها. طبعا الآن أنا سويت تلقيح لهذه الثمرة، أخذت الذكرية ولقحت فيها الانتوي، كذلك هنا لقحت، كذلك هنا لقحت، كلها لقحتها. سويت عملية تنزيل للنباتات لأنها بدأت تضرب السقف، فسويت عملية تنزيل. لكن خلونا نشوف هذه الثمرة. جماعة يا جماعة، ترى هذه واحدة فقط، واحدة، هذه شتلة واحدة بس، وأعتقد أنه خيار، أعتقد أنه سجرين، فخلونا نشوف. طبعا سجرين وتيالس كلهن إنتاجهن مالتي، يعني متعدد الثمار. يعني شوف الآن، خلونا شوف الآن هنا هذا المكان في واحدة، ثنتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، في مكان واحد فقط في 8 حبات. نسمي بسم الله ونقطف كل الموجود. في أشياء تأخرناها أكبر من الحجم المطلوب، لكن لا مانع. ما شاء الله، أنا والله خايف إنها تنكسر، لازم أشيل الحمولة كلها منها. ما شاء الله، طبعا البذور هذه موجودة عندي، اللي يحب يطلبها. كل مغلف في 10 بذور، في 10 بذور، وهو قيمته 15 ريال المغلف. في سجرين وفي التيالس، وكلها مالتي. طبعا تنزرع، طبعا انا جربتها في الشتاء وجربتها في الصيف، كلها ناجحة. هذا في الخيار اللي أعتقد أنه صغير، هذا بيبي أتوقع. ما شاء الله تبارك الله، نسبة الأملاح من 1300 إلى 1400، أحيانا يصل إلى 1500. أحيانا بعد ما خلص تصوير ألقى الثمار، يصير أحيانا يسكر عليهم، لكن خلاص الحين خلصنا من هنا، نرجع مرة ثانية إن شاء الله لها. لكن خلونا نروح شوف الثمار. ما شاء الله تبارك الله، كمية كبيرة جدا من الثمار. هذه الزهرة اللي أنا أعشقها، جوري، اللي أطرافه زهري، وهذا ما شاء الله، هذا القرع طلعت عندي كم ثمرة. وهنا هذه شرفتنا، ما شاء الله، شوف الثمار، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا يا جماعة، زراعة مائية بطلة حقيقة، بطلة. لكن متى نقول بطلة؟ إذا عرفت الري. هذا الخس ما له مكان،
خلونا نشوف الجزر اللي نقول له، نشوف شو لونه. لونه أحمر، طلع أحمر لونه. هذا اللي قلت لكم ألوان، هذا طلع واحد أحمر. نروح نشوف إذا كان في حجم ثاني كبير، هذا حجمه كبير الثاني. ولو إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله، حقيقة شيء خيالي. بس كود يكون أخذ دائري، ذا الدائري صح، هذا بذور مدورة، هذا دائري، وإذا طلع جنبه صارت هذا الدائري. الله يا ريحة الخس اللي أنتم تخبرونها موجودة. شوف الأحجام ما شاء الله تبارك الله، شكلنا هذه لازم نقصها. إيش رأيك نكمل؟ إيش رأيكم نكمل؟ لا إله إلا الله تبارك الله ما شاء الله. هذه شكلها من المرة الأخرى، المرة اللي راحت يبدو أننا ما قطفناها. شوف ما شاء الله، هناك موجود، هناك موجود، وهنا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا التوت، التوت والله ألقاها في السلة. شوف ألقاها طايحة على الدشت باكت. شوف الثانية هذه ما أنتبه لها، سير مغطية عليها ما شاء الله ما شاء الله. هذه ما اكتملت طبعا، الأحمر هذه ما اكتملت السكر، بس البيت العيال يحبونها حامضة. ما شاء الله هذه ما شاء الله الثمار ما شاء الله تبارك الله. هذا ما قلت لكم أنا الفيديو السابق إنه عندي زادت الثمار البيدجان فأزلت واحدة. هذا ما أدري وش الهلبين وما أدري وشو، هذا شبيه شجرة بس إنه كبير جدا حجمه. ما شاء الله خلينا نقطف البيدجان، أحجام جدا كبيرة ولازم نقطفها. كذلك هنا شوف ما شاء الله تبارك الله. هذا طماطم وهذا الفراولة والخس، كذلك هذا نظام الفراولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.